هنتكلم عن الفنتيليشن تكنيك في البيزك لايف سبورت. طبعا اول ما العيان خلاص احنا دخلنا المستشفى وبدأنا نشتغل عليه بيزك لايف سبورت، مجرد ما انا وجدت له اير واي، سواء بقى كان الاير واي ده لارينجيال ماسك او سوبرا جلوتيك اير واي او ادفانسد اير واي او اندوتراكيال تيوب او ايا كان، هو خلاص هو اوتوماتيك اتنقل لمرحله الادفانسد لايف سبورت، خلاص انا بقيت متيب الحاله او موصل لها اير واي. طبعا احنا في الطبيعي بنشتغل على الفنتيليشن تكنيك، خلاص انا وصلته على الاير واي، خلاص الموضوع ما فيش فيه مشكله، يعني ايه الاير واي بقى خلاص هو بقى محطوط على ماسك اكسجين، انا ما بقتش محتاج ان انا اشغل الامبو باج، خلاص انا يعني دخلت جوه مستشفى، يعني ننسى موضوع اللي كان بيحصل في الشارع خلاص. بس احنا في عندنا شويه يعني ريت كده، لو انا هشتغل على عيان ادلت ومضطر ان انا اشتغل عليه الامبو باج، فانا بديله ايه، بدي 30 شيست كومبريشن قصادهم 2 بريس. لكن في الاطفال انا بدي يا اما 15 ل2 او 30 ل2 على حسب طبعا الوضع. لو انا واحد يعني لو واحد لوحده بدي ايه 30 شيست كومبريشن قصادهم نفسين، او لو انا معايا حد بيساعدني خلاص بقى انا دخلت مستشفى هيبقى 15 شيست كومبريشن قصادهم 2. طبعا بشتغل الشيست كومبريشن بالمعدل بتاعنا 100 في الدقيقه، مفيش انتربشن ولا اي حاجه. طب لو خلاص انا موصل اير واي بقى وحاطط العيان على تيوب، انا متيب العيان، خلاص الموضوع بالنسبه لي خلاص هو بقى واخد الهواء الطبيعي او الاكسجين الطبيعي اللي هو عايزه. لكن في العادي لو انا يعني بدل العيان عن طريق الامبو باج، احنا بنديله بما يعادل بريس كل 6 ثواني او 8 ثواني، يعني تقريبا في الدقيقه بياخد 10 من 8 ل 12، يعني هو ده المعدل الطبيعي اللي هو المعدل الطبيعي للنفس من 8 ل 12 في الدقيقه. يعني مثلا بعد من 1 لحد 10 وياخد نفس اللي هو بما يعادل كل 6 او 7 ثواني. ده طبعا بيختلف على حسب ما انت شايف الحاله برضو، يعني ده ما هياش ارقام ستاندر، او على حسب طبعا انت موجود في المستشفى شغال ايه الوضع اللي انت شغال فيه. بس دايما لما بتيجي تدي بالامبو باك بتدي نفس، انت لازم بتدي كل نفس في خلال ثانيه كامله، بتعمل سكويزنج جامد قوي على الامبو باك بحيث ان هي توصل النفس والاكسجين او الهواء كله للرئه كلها. ولازم وانا بدي الفنتيليشن او بدي الشيست كومبريشن او انا بدي بالامبو باج الهواء، لازم اتاكد ان الشيست بيرتفع معايا، لازم اشوف الصدر بيطلع معناه ان في هواء داخله، ولازم كل دقيقتين اراجع اشوف في بلس ولا لا، العيان رجع ولا لا، واعمل ريتشيك بشوف الكاروتيد بلس وببدا اعمل ري اكزامينيشن تاني للعيان. طبعا المفروض انك اول ما تبدا على طفل مجرد ان هو الريست، في حاجه بتقول ان احنا نديله الريسكيو بريسنج اللي هو ابدا الاول اديله نفس في الاول، لان غالبا المشكله بتبقى في الطفل الصغير الاكسجينيشن والفنتيليشن، ما بيبقاش مشكله اصلا في القلب، هو بيبقى زي ما قلنا الكاردياك الريست في الاطفال بيبقى سكندري، فدي نقطة مهمة جدا. طبعا المفروض لو ما فيش قدامك جهاز البوكت بتاع الاير واي، انت بتدي للعيان نفس ببقك عن طريق ان انت بتقفل مناخيره وبتخلي بقك قصاد بقه وبتبدأ تنفخ الهواء جواه. طبعا لو انت مش عايز تعمل كده او قرفان او حاجة، ده ما فيش حد هيضغط عليك، يعني ده حقك، بس لازم تدي النفس في خلال ثانية كاملة ويبقى نفس قوي بحيث انك تبدأ تتأكد ان الشيست بيرتفع. في طبعا ماوس تو ماوس، طبعا لازم تبقى قافل النوز علشان ما يبقاش فيه اي تسريب للهواء. في مشكلة بتحصل كتير جدا اللي هي الجاستريك انفليشن، ان وانت بتدي نفس سواء بالامبو باج او بالنفس او بايا كانت الطريقة، انك بتملى الاستومك بالهواء، فده بيدخلنا في سيريس كومبليكيشن زي الاسبيريشن ومشاكل تانية كتير. فلازم افويد انك تدي البريسنج رابيدلي بسرعة، وما تديش برضو النفس بقوة مبالغ فيها، او انك تدي كمية كبيرة، يبقى افويد البريسنج تو رابيدلي او تو فورسفل او تو كويكلي، او الفوليوم يبقى كبير، لان ده بيعمل جاستريك انفليشن. ده بيجي ازاي؟ اكتر مع الوقت، كل ما تتعامل مع عيانين اكتر تشوف حالات اكتر، هتبقى انت عارف تقريبا المعيار او المعدل الطبيعي اللي تشتغل بيه. يعني لازم عشان تمنع او تقلل الجاستريك انفليشن، انك تخلي ان اتش بريس الكل نفس يتاخد اوفر ثانية كاملة،
تضغط على الانبوباك ضغطه قويه في خلال انك يعني في خلال ثانيه كامله، مش مجرد انك عمال تضغط عليها في الثانيه 10 مرات او عمال تضغط كتير، لا انت كده بتحذف هواء من غير قوه فمش هيوصل للمكان اللي انت عايزه. تاني حاجه لازم اتاكد ان مع كل شيست او مع كل اسف مع كل انبوباك انا بضغط عليها ان بيحصل ارتفاع في الشيست عشان اتاكد ان فعلا النفس وصل للشيست. شويه اسئله بتيجي في الحته ديت، لو كان طفل صغير انا بديله المعدل قد ايه؟ اهم حاجه انك اول ما تلاقي طفل كاردياك ارست حاول تديله نفس، لان المشكله بتبقى غالبا ما هياش كاردياك. تاني مشكله بالنسبه يعني للحاجات المهمه دي، ان انت فكره ان مفيش حد هيضغط عليك نفسيا او معنويا انك تدي العيان يعني ماوس تو ماوس، يعني ده براحتك انت خالص، يعني مش معقول انت قرفان من حد خايف من انفكشن مفيش حد هيضغط عليك يعني. بس هو غالبا لما بيحصل للاطفال بيبقى حد قريبك حد تبع يعني تبقى الموضوع فيه شويه حاجات اكتر. بس اول ما الاقي طفل حصل له ارست او وقع لازم كول فور هيلب وابدا ادي النفس الاولاني وابدا اشتغل السي بي ار. ده اهم حاجه في موضوع الاطفال، يعني اهم حتى من انك تبقى فاهم حتى الميكانيزم. انا ما يهمنيش انك تبقى فاهم الميكانيزم اللي حصلت ايه، انا اللي يهمني ان غالبا السبب سكندري، في حاجه خلت ان الطفل يحصل له مشكله. وده عشان كده الاهم ان احنا نعمل بريفنشن للموضوع ده. انا لو قدرت اعمل بريفنشن ان الطفل ما يجيلوش الكاردياك ارست خلاص انا كده حليت المشكله. عشان كده لازم نحصل مونيتورنج كويس لاي طفل عنده مشكله، لازم يتابع، لازم كل شويه يتقاس له الضغط يتقاس له الحراره، لازم اخلي بالي من الريك فلاكس يعني اللي هو العلامات الحمراء او العلامات الخطيره. مش معقول طفل مثلا طالع من عمليات ولا ايه بدا يسقع درجه حرارته تقل، الطفل دراوزي دايخ وافضل سايبه، يعني هنادي دكتور يشوفه امتى؟ مش معقول طفل عمال يرجع وضغطه يوطى ودايخ وبيصفر مني وبقى لونه شاحب وباخدش بالي لحد ما يقع. لا، يبقى لازم early diagnosis early recognition، اي حاجة early يعني كل حاجة تتبع بدري، خصوصا لو كان الطفل عنده مشكلة. يعني طبعا لو كان طفل يعني طبيعي ما فيش مشكلة غالبا ما بيحصلش حاجة، يعني ممكن بقى يحصل له حاجات اكسيدنتال بقى اللي هو حادثة حاجة تدخله في الموضوع ده. لكن الاطفال طبيعي ما بيبقاش عنده كاردياك بروبلم، ما بيبقاش في عنده مشكلة، هو الموضوع بيحصل نتيجة اهمال او ان هو عنده مشكلة بسيطة واحنا سيبنا المشكلة لحد ما المشكلة تتفاقم وتكبر فبدأ يخش مني في مشاكل. عشان كده البريفينشن اهم، الريكوجنيشن اهم، الايرلي ديتكشن اهم من العلاج نفسه. ده النقط الأساسية، يعني دي النقط الأساسية اللي احنا لازم نبقى واخدين بالنا منها في موضوع الفنتيليشن بصفة عامة او موضوع الكاردياك أرست بصفة عامة او موضوع البيزك لايف سبورت للأطفال بصفة عامة.